تبقى المحبة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكل متابعينا. يمتابع الله يحييك ترحيبتن في هالغلاء والمودة. الله يحييكم في برنامجكم المتجدد، برنامج خيرات، إن شاء الله نقدم فيه خيرات تنفعكم في الدنيا والآخرة. كما وعدناكم كل خميس يكون معنا ضيفنا وضيفكم الغالي، واللي كلنا يعني نشتاق للسماع لحديثه وإلى كلامه وإلى جميع ما يقدم. ورحب باسمكم جميعا، أرحب أخي الكبير الفاضل الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني. أرحب. بارك الله فيك أبا عبد الله، وأسعدك أيها الصديق الرائع المتألق دائما، ونسعد معك ونجي يجد الكلام والبسمة. وحي الجميع وقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي ليلة الجمعة إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صلي وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير رسل كلهم، إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجمي، فلست فناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. سلمت ودمت، بارك الله فيك، وأسعدك وأسعد الله المشاهدين جميعا. اللهم آمين. أخويانا وزملائنا الأفاضل احضروا معنا برضه، يقول نبغى نستمع مما يقدم أبو عبد الله، فأرحبهم من علمين. أخوي أبو صالح، الله يحييك يا أبو صالح. تحيون وتبقون الحاضرين والمشاهدين، بارك الله بالجميع. هذه ليلة مباركة ومعنا رجل مبارك إن شاء الله، ونفتخر به ونتشرف به ونعتز به ونصايح تبارك الله، اللي هو عايض القرني. وأخويانا كل أبوهم ما شاء الله، أبو ناصر وأبو علي وعلومهم طيب، أبو عبد اللتين اثنين، أبو عبد الله وأبو عبد الله، تبارك الله، أسعدكم الله بالدنيا والدين. جملت يا أبو صالح. بعدين تراني أقول أخوي أبو صالح وأنا متحري، أنت والله في مقام الوالد يا أبو صالح، لكن ودي أصغرك في السن. الله يوفقكم، الله يمد في حياتك ويطول أعماركم على طاعة الله. تسعدنا بشيباتك هذه أبو صالح وبشمتك. أشهد. ترى من أول المسهل، لكن حقيقة وتجربتك. وأبو علي قهوانا اليوم، قهوة أم علي وبلغهم السلام. وأبو ناصر معنا اليوم بيغطي، أبو ناصر ونعم بشربك أبو عبد الله ما شاء الله، وأنعم واكل بك، يطيب الحديث معك. يحييكم ترحيب المطر. أيضا أخوي فهد بن ناصر بقمي، الله يحييك يا أبو ناصر. يا مرحبا، أبرك الساعات وأبرك الليالي، والله يحييكم، ونتشرف أن ننال صحبة الشيخ في هذا اللقاء الجميل في هذا العنوان الجميل. كم من البيوت تحتاج مثل هذا اللقاء؟ الله يجزاه عنا خير ويفتح لفتوح العارفين ويجعل هذا اللقاء شاهد لنا يوم القيامة. آمين. أبو علي مرحبا، ترحيب المطر. الله يبقيك ويسلمك أبو عبد الله الحبيب الغالي. ومي يسمع الحقيقة، كانوا يضربون الأودية والطرقات الطويلة والبلاد البعيدة حتى يكسبون كلمة طيبة أو حديث طيب أو شيء، فما بالك من رجل قام وذو شان رفيع إن شاء الله عند الله وعند المجتمع. فرغم قصر الوقت إلا أننا نريد أن نستفيد من شيخنا الفاضل ونشارك معاه محبة وفائدة. والله أنا بقول سر أول مرة أقوله، أنا أحب قناة بداية وأحب كل قنوات الهاتفة بداية ولا غيرها، واللي تقدم محتوى ينفع المسلمين وينفع ولاة الأمر وينفع مجتمعنا. لكن البرنامج هذا عندي ارتباط يعرف أبو ناصر جداً، والله والله يشهد الله، إنه من الأسباب اللي خلتني وافق على الحضور في هذا البرنامج خيرات بالذات، إنه بعد ما رسلت أبو عبد الله وافق على الحضور معي. لأن والله يشهد الله لو إنه ما وافق يمكنني لأعتذر، لأن أبو عبد الله وأنا مستعد مع أبو عبد الله، بالعكس أنا أقول هو تكرم منه أطلع معه في أي برنامج وفي أي قناة، لو يبغى يجي من جدة على رجلي. تراني قلت كلام له في الواس لكن بعلنه ذي الحين. قلت معك يا أبو عبد الله تراني بطلع، وتراني اشترط تكون أنت معي. صدق والله اشترط، وقلت ترى معك تبغى في الصيف ولا في الشتاء ولا بيوة. والرجل من قوم نحبهم ومن أسال طيب، يعني بيت الطيب وغلى، ورجل محبوب حتى عند المجتمع، الله يجزاه بالخير. فتوكلنا على الله بإذن الله وحول الله قوته. وعدناكم على موضوع، وما شاء الله تبارك الله الجوالات عندي من يوم أعلننا الصباح ومن أمس، والناس ترسل والناس تسأل، وهذا الموضوع مهم، لكن يمكن في ناس يشوفون مهم مهم. أول شيء يا أبو عبد الله ودي أسألك مبدئيا، ليش اخترنا هذا الموضوع عن الأسرة؟ ما هي مكانة الأسرة سواء في المجتمع أو في الإسلام؟ أولا هذا الموضوع من أهم ومن أخطر الموضوعات على الإطلاق. سبحان الله العلي العظيم، يقول لي ما يسعد في بيتي لا يسعد في أي مكان آخر. سلام. البيت هو أساس السعادة والراحة، ولذلك الله ذكر البيت، قال في بيوت أذن الله أن تروح، حتى بيوته سمه بيت، وبيت المؤمن اذكرنا ما يتلى في بيوتكن
في بيوت يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. الأسرة هي النواة للمجتمع، الأسرة هي الدوحة للأمة، الأسرة هي المنطلق. من وجد أسرته وعاش سعيدا مع أسرته ونجح فيها فأعرف أنه ناجح في كل حياة. الذي لا ينجح مع أسرته فلن ينجح في مكان آخر، ولو نجح يعود عليه يعني يرتد عليه هذا الفشل، نسأل الله العافية، من أسرته إذا ما نجح هناك. يبدأ النجاح بالأسرة، وهناك معالم للنجاح. ولذلك أنا أقول للإخوة، بعد ما سمعنا كلام العلماء بدينا نتدرب وبدينا نسعد زيادة بشرك، وبدينا نفهم الحياة أكثر، وبعلمكم إن شاء الله بما فهمنا، وأنت عندكم خير لكننا نتواصل. وأنت أحسنت باختيار هذا الموضوع الخطير الذي ينبغي لكل أسرة أن يسمعوا وينصتوا ويستفيدوا عن يعني حظنا حنا ننقل الكتاب والسنة وكلام العلماء، والفضل لله سبحانه وتعالى وحده. أحبابي، طبعا أبو عبد الله بيورد علينا بعض المشاكل المشكلات التي يعاني منها الأسر، لكن ببدأ بمعالم أنا من سلكها بإذن الله إن الله يسعده في أسرته. أحسن. أولها عند الدخول نأتي بالدخول، ابدأ بالسلام، فإنه تحية المؤمنين إذا دخلتم بيوتهم فسلموا على أنفسكم، فإنها السلام هذا ينفي الشيطان، وهو وجود البركة، وجود الرحمة، وجود الخير بإذن الواحد الأحد. الثاني كما فعل صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قيل لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كيف يدخل عليكم صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم هو اللي يدير الدولة، هو اللي يدير الأمة، الملك، هو القائد عليه الصلاة والسلام، هو اللي أنشأ أمين الدولة، ترى من الصين إلى أوروبا. الله قالت يدخل ضحاكا بساما، مشكلات ما فيه خلها برا، ادخل ضحاكا بساما، طرفة دعابة: خيركم خيركم لأهلي، هذا بر الأهل. الثالث عليك أن تذكر الله في الأسرة. أنا جربت واستفدت من بعض العلماء، قال لو تذكر حديث واحد في أسرتك أو آية أبشرك أنه ينتهي الخلاف بإذن الله، وأنه يحل السكينة بدل مشكلات الشيطان والفتنة. أولا ولو دقيقة بحديث بآية بموعظة يذكر فيها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا عطر المجلس، وأنا سويت كتيب صغير اسمه عطر المجلس، وإن شاء الله يصلكم. فهذه منها من معالم يقول تقوى الله، فما أقيم تقوى الله في بيت إلا والله سبحانه وتعالى أنزح الشيطان عنه. الله. يقول لي قاضي في الرياض يسمعنا قد يسمعنا الله يمسي بخير، قال والله إني يا مشكلات الطلاق أنه مرة أنا وصلت عندنا 37 من الزواج صدق في المئة صدق، وإني اكتشفت بعد الدراسة إن ما في طلاق وراه إلا معصية الله من أحد الزوجين، واحد عصى الله إما هي ولا هي. ولذلك الطاعة وتقوى الله يبني عليها البيوت، ولذلك أعظم الطاعة إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة يقوم بها الوالد، والوالد يقول سبحانه: يا أيها الذين وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لأن نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أي بيت يقوم بأمر الله، إن الله يؤلف بين قلوب الزوجين، وإن الله يجمع شملهم، وإن الله يسكن الفتنة التي بينهم. أما إذا كان في معصية ولا قصر أحد الزوجين لها شؤم جدا، والله يرتد عليه، ترى أبنائك ما يصلون وتروح وتجي وما صلوا، طيب وين وأنفسكم أهلكم نارا، طيب وين الرعاية، طيب وين الوعي؟ قال سبحانه عن أحد أنبياء: وكان يأمر أهله بالصلاة، أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أو معاصي أخرى، أو معاصي أخرى معلوم المعاصي، فإذا أقمت بيتك على الاعتدال الوسطية، نعم ما في اليسر السماحة. دين محمد صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيف السمحة، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اللي كان يمازح أطفاله ويضحك الحسن والحسين ويركبهم على كتافه بأبيهم صلى الله عليه وسلم، ويضحك عائشة ويمازحها ويسابقها، هذا بيت النبوة. يعني ما معنى ذلك أن يقول اتق الله لا تضحك ولا تمزح، لا لا، اتق الله يعني احفظ الحدود، المحارم لا تقربها، أقم الصلاة، اجتنب الغيبة والنميمة، لا تسمح لأبنائك بالكذب، لا تسلحهم بغش الناس أو بغدر الناس. منها وهو من أعظمها وأنا أوصيكم به، لو لم تحصلوا هذه الليلة اللي عليه خذوه مني. أسلم. وأنا بقول لكم سر أكتشفت، وإذا هو العلاج كثير. ويوم جلس مع الكبار والعلماء قال هو السر والمفتاح التغافل. الله والله يا شيخ ما تصلح الحياة إلا بها، وإنك لو رحت تدقدق على كل خطأ وتنبه على تتعب. كل شيء إنك تتعب وتتعب روحك وتتعب أهلك، أخلك عظيم. تغافل وطنش، يقعد الإنسان بعضهم من اللي ولع المكيف، من اللي طفى شغل الدين وديرهم وما لكم ولعتوا اللمبات في الحوش، ومن اللي ضحك منكم هنا، وليش تصبون كثرتوا السكر هنا يا أخي، تقعد طنش لأن الحياة فيها أخطاء، ومن اللي سالم. ولذلك اثن على الجوانب الإيجابية، يقول شوف
ليس الغبي بسيد في قومي لكن سيد قومي المتغابي. أدركت أن الناس يحبون المدح. لذلك أم فلان أم عبد الله بالقهوة مدحها قول وش هذا القهوة ما ذقت في حياتي منين أخذت البن هذا هو ولو ما كان يذوق هالإنسان لو كان إيش ولا كان ما يبحلوة ولو كانت تجيب الصداع وحمى تهامة. والله شيخ الثناء الحسن لأن دائما العظيم يثني على الجوانب المشرف أتى الشاي قال الله يرعاكم من أنا شميت النعناع وأنتم داخلين من هنا يا سلام. والله يا شيخ يزيد في العمر يزيد في العمر الوجبة والكثر خيركم. يقول كان يثني العظماء في بيوتهم صدق. لذلك من كسب امرأته فقد كسب العالم يا سلام. يقول شاعر في اليمن قال ابن خولان حربك يا مرة أشد من حرب حاشد هم ويام. أيوه صدق حاشد إذا حاربوا ذموا سنة وأنت في حربك على طول فإذا منك قابلت الحرب بالحرب تشتعل الأمور. لكن قابلها بالسكوت بالتغافل وصدقتي وبشير بسعد وبناقش الموضوع. لكن أولا خلينا نشكر على القهوة اللي جت يا سلام وش هذا والطيب اللي سويته ويمدحها يقول يا زين بالسالفة. وأنا أختي تسمعني وقلت سويت أنا ترى محاضرة في دول عربية اسمها شفتها باليوتيوب. نعم الوصفة السحرية للحياة الأسرية حياة الزوجية وصفة سحرية اكتشفتها مثل ما اكتشف إسحاق نيوتن في الغرب ونشتاين قواعد هناك أبشرك اكتشفتها. كفو يا أبو عبد الله. وهو التغافل يا حبيبي كل العظماء يتغافلون. يقول لك حتى كثير من العلماء والله لو تروح تدقق أنك تخسر الولد والبنت والزوجة كل شيء والصديق عليك أنك تتغافل وطنش الأمور وبدي شوف جوانب الإيجابية وأنت ما تقعد تلحق أنت شمس أنت تقعد تلحق كل خطأ وكل ما أولا بيجيك ضغط وسكري وبتخسر أولادك وتصيح عليهم وترفع صوتك ولا الأمر سهل الأمر واسع. يقول ابن عباس والله إني كنت عند أمير المدينة اسمه الوليد بن أبي سفيان أظن قريب لمعاوية ابن عمه. يقول وجهه كأنه درهم رومي هذا الأمير نفسه قالوا فيه حلم. قال فأتى الخادم بسوب يعني شربة حارة قال فوالله إنه عثر الخادم قال فوقعت على وجه الأمير وعلى ثيابه قلت إنه بيقتله. قال فتبسم قال إنا لله وإنا إليه راجعون أعتقتك لوجه الله. الله أكبر. شوف يا أخي الحلم ولذلك الحلم أمره عظيم. أنا شوف معاوية ألف فيه كتب في الحلم والله يا شيخ إن الحلم هذا يترى من تحلم من تعلم الحلم أعطاه الله الحلم من تعلم أعطاه الله العلم. إنما الحلم بالتعلم والعلم بالتعلم ومع كبر السن تدرك هذا. يقول رجل في كتب الأدب ذكروا حتى من عبد ربه وكذا قالوا ناس معاوية ما يغضب قالوا بنغضب معاوية. قال رجل أنا أغضبه لكم كان موقف خلهم يدخلون بعدين نواصل. طيب عندنا بعض المبدعين المميزين اللي في مسابقة كبيرة في قناة بداية اسمها برنامج الشادي ومعنا مبدعين ترشحوا للنهائيات في هذه المسابقة ودروا اليوم بوجودكم معنا يا شيخ عايض وهم بيشاركونا يبغون يسلمون عليك يبغون يرحبون بك. مرحبا والله. مرحبا يا رجال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا أنا أعرف الواهبي سيف والعجمي مرزوق العجمي عماد الحارثي وأنا ذيب الملك. ونعم ونعم ونعم. أرحب الله. أرحب الله. مرحبا الله. حياكم الله. حياكم الله. الله يسعدكم ويوفقكم ويمسيكم بالخير. أرحب يا رجال. الله حياكم. يا مرحبا. أرحب يا رجال. الله حياكم. يا مرحبا. الله يحييك. إيش الحال؟ طيبين سوف والله مرحبتين وغالبا طيب. الله يمسيكم بالخير جميع. مساكم الله بالنور. وش حالكم يا الربع؟ الله يسلمك الله بالخير. والله يحييكم تحايا المطر. احنا بن عبد عمار رمنا الربع بنرحب ما شاء الله وانا اسد عن اخوياي مطلق مطلق يا حايل شرفنا والربع شرفونا. معنا خوينا ذيب بن صالح المري عنده ابيات بيسمعكم اياها ولولا ضيق الوقت جاب اطيب منها وهو ما يقصر. وسلام عليكم. سلم سلم امين. سلام مني عدد ما هلمزنا الغمام للشيخ عايض وعم بالحضور الكرام يقول هاللي حزامه في القصر بيام الحي يحيي والميت يزيدك غابا يا ليل ندون فرحته نشرت الأخبار خبر عاجل من هالمخاليق مذهولة من اللي حضوره فيه فرق عن الحضار عزوم خذا بالمرجلة صولة وجولة هذا مدرسة شعر حكم ساحة الشعار
ودرب الجزائر يرسمه عرضه وطوله هذا الشيخ عايض لابته للنبي ينصاره العزوة من فعلها كانها دولة. هذا الشيخ عايض لابته للنبي ينصار أهل عزوة من فعلها كانها دولة. من يقول بيجي له شبيهة؟ من يقول بيجي له شبيه له بالأدوار؟ شبيهة شكل ولا فعيل؟ من يطوله سوالف؟ أولاً شكراً لو فضفوا كابني ذيب المري. نعم أشكرك وأشكر من حضر وما قلت يام فعلى العين مع الرأس ونعم بكم ألف ونعم بكم اليوم الدين. يا سلام أنا قلت قديم ودائما كره يا سلام الله سلامي على صبيان يام أهل مصغور الخناجر وسلات السيوف. كفو ونعم يا يام في حضر ولا في حرب ولا في سلام قد وتلي قد توهق وحدث الظروف. يا سلام أنعم بكم والله ونتشرف بكم كل القبائل اللي حضر وأسأل الله يجعل محبتنا فيه وبارك فيك وفي بني مرة أهل الجرة وأهل السيف وأهل طرة الرمح كفو واهل السلاح كفو واهل الفراسه ايضا اللي اختصوا بها ونعم 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 بالمطاليق روفي ونعم والجميع والجميع الله يبيض وجيهكم ويسعدكم. بنجلس ونبغى نسمع من كل واحد منكم صوت. ابشروا بالخير. تفضل تفضل يا شيخ ما ودنا نتعب. اول شيء نبدا معك يا الواهبي وبعدين برنامجنا ترى يصلح لكم لانه يتكلم عن الاسره يمكن بعضكم ما باقي على صده يتزوج بياخذ المعلومات اليوم ولا لا يا شيخ؟ اي نعم الواهبي الشهراني تفضل طال عمرك. الله يمسيكم بالخير جميع. هلا هلا والله ان الواحد اللي حضر في محضرنا انتم فيه ما عاد له كلام. كفو كبرتونا والله يكبر قدركم عنده. ما شاء الله نبي نسمعكم ابيات وبن ما في من اختياراتكم بن عندكم صوت ايه نصيحه في الوطن اللي تبون. يقول الصمت زين اللي يا من زاد بيع الكلام صحيح يثبت به الواعي الفذ النبيه الرزي مناهج الطيب ودروب الرجال الكرام منازل أهل الوفا وأهل الكلام الثمين نظام كل وقت وظروف تمس الخطام فلا لك إلا رفيق وقف تهلك تبين صميد عن لا نصيته ما يحس بالمقام وقت الرخ حاضر وقت الشدايد يبين في يا رب هذا زمن فتنة وقت انقسام ما دور إلا الثبات ومطلب إلا اللي يقين أدعي مثل ما دعا يوسف عليه السلام توفني مسلما والحقني بالصالحين. يا سلام توفني مسلما والحقني بالصالحين. بس حنا نبغى أصواتكم. أما الأصوات ويرول طيب ما عينوه الطيبين القصيدة الزينة بدوره وعينه القصيدة الزينة بدوره وعينه أنا خريج تجارب وتلميذ السنين رهما عينتها بارده ومزينه ورهما عينتها بارده ومزينه. سلامتكم سلامت بيض الله وجهك ارزقني بتوبه ورفقة طيبين وكفيني شر المنافق وكم من عينه وكفيني شر المنافق وكم من عينه. كفو الأخ من الكويت ولا لا؟ الله الله من الكويت ونعم عرف باسمك بالعرف ونيا معك مرزوق العجمي ونعم بكم بأهل الكويت ونعم بكم والله. تفضل يا مرزوق عطنا صوت من عندك. يقول يسهر الليل طرف من هموم الوقت يصنع هدايم صالي الله لابد النجم في ركن المجرة يبتدي ساري ساري يا منادي بتالي الليل لا منا مجفنا المريح سالي اعتقوا قلبي المبلي وحنوا دمعة عيوني المبلية. سلم سلم عندنا كلمة حنا لشعب الكويت بس بيقول أبو عبد الله بالنيابة عنا
أولا نبدأ بالوهبي الشهراني يستاهل، وقد قلت في مناسبة شاعرهم عبر بهذا بن ثائب لنا يستاهل أبو منيف، جاء عندنا قال يعلم الله يلقني بسدك ويعلم سدنا الله، يا ولد عمنا اللي ما نبيعه ولا نشري بداله ما بعد بعث رفقتنا ورفقت حن بدابها الله، قال بن عزيز صالح ودك تسد لا جوت المواجيب ولا سدنا، ولا سدنا عادة الكفو يكفي محله ولا نمر بداله ولا حي بداله كل ديره به ذيبا ونمر نحن بدابها. وأما الكويت فأنا قبل 35 سنة حييتهم بقصيدة في الكويت. استهلون الكويت. قلت حي الكويت ففيها الملتقى الرحب. استهلون. والرأي والعزم والأبطال والنجب. استهلون. وانثر ثناءك مسكا زاكا عبقا كمن هو صوت الخلد ينسكب كويت ما عرف الأحباب غربتنا وقد أساءنا بنا الواشور إذ كذبوا ما تحسن العذر منا ألف قافية لأن من يطلب اعذار لا يهب. يا سلام. الكويت منا وفينا وأهلنا وهم بين أهلهم ونتشرف بهم. تسلم يا أبو عبد الله. باقي معنا الأخ الكريم. عماد الحارثي. عماد بن علي الحارثي. ونعم يا الحارثي. تفضل يا عماد. تفضل أهل ترج. ونعم أنت من أهل ترج. الله الله. منا. وجمرة وجمرة. خلاص جمرة عرب. اللي أهل ترج يا هو. وعليكم زود. الله أقوى يا نصيبي وأنا وش بيدي كل ما عدلت واحد يميل الثاني مسكين ولا عوني بالهوى من نهار العيدي عدت الأعياء تلعب على الشباني مسكين يا أخوي قيدوني الله تفك القيد تفك القيدي من يحل القيد ومن يرضي الزعلاني ليه ما تشفق على حالتي يا سيدي يا ابو شامه لا تشمت بي العدواني وسلامتكم بالحارثه صوتك بالحارث رحمنا ودمنا وابن عمومتنا وجمرة عرب ونعم وقلت أنا في قصيدة العرب الشعبية الأولى وانت يا الحارثي لازم نلبسك في العليا وسام استهلون الشدادين ولا حارثي الشدادين ولا حارثي ترج واللي فيه تهامة كلهم نصرة للدين كم من خصيم ودبوه ونعم على ذكر بيشة كان عندكم على ذكر بيشة عبد الله بن مساعدة ايه الله أبو بن شهبة بن شهبة الله يعفو عنه جاء عندنا في أبو القرن قال حي لي بالقرن في شامها ولا ينامها يمنها الهرى ويأذي هو السوف مسلم حي لي بالقرن ونعمين يا خوالي خوالي بالقرن ونعم بكم ونعم أثابكم والله والله ونعم بكم جميعا وعليكم زود الله يطول عمركم ويسعد الشيخ تذكرت حديث الصحابة رضي الله عنهم قالوا بيجلس عندك رسول الله فكان أمام ناظر الجنة فلما جاب الكلام قدام شيخ نسينا أمور كذا معقدة في البيوت فأسعدك الله يا شيخ وأتبعناها بهذا لكن نبغى منكم دعوة لأبو سليم الحارثي من أول مستشفى الأمير عبد الله والله أن طلب مني أمس أنكم تدعون له ونعم أسأل الله أن يشافيكم بسم الله العظيم أن يشافيه ويجمع له بين الجنة آمين آمين ونوه الشاعر محمد بن ثائب أسأل الله أن الله يلبس ثوب العافية آمين حنا بنرجع معكم للبرنامج للموضوع اللي نتكلم فيه ودي تجهزونا أبيات نهديها حنا وأنتم متى ما تجهزون والشيخ عايض لمن فرحنا كلنا بسلامته وشفناه في الشاشات ملكنا الملك سلمان فاختاروا أبيات ونأديها بعد ما نخلص موضوعنا حنا وأنتم عايض والشيخ عايض ونعتبرها أهداء منا وفرحة بسلامة وفهد الله يمد في حياته الله يمسيه بالخير قائدنا وزعيمنا صاحب العدالة أول ما تولى ونفض الفساد وأقام العدل يقول شاعر يقول شاعر سعودي شعبي يقول عصر سلمان الدهر والذيب عاوي يلا أن ترفع مع العالم مقامه يا رب يمسي الرجال في البشت الحساوي ويصبح الرجال ملبوسه بجامة صدق مرة من العدل وولي عهد الله ينصفهم ويؤيدهم ويوفقهم ويحب يرضى آمين 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 آمين, آمين, آمين لو تبون تطلعون تجهزون عادي تجلسون هنا بكيفكم لا جهزتوا أعطونا خبر الله يوفقنا وإياكم يا أبو عبد الله بديت أنا وإياك في الأسرة وعن أهمية الأسرة وتكلمت وأجدت الله يكتب أجرك وأعطيتنا بعض الأسباب اللي تساهم في استقرار هذه الأسرة لأننا اتفقنا كلنا أن هذه الأسرة هي أهم خلية في المجتمع فإن صلحت صرع المجتمع وإن فسدت العياذ بالله فسد المجتمع من أهم الأسباب تقوى الله والطاعة ثم التغافل
باقي فيها أسباب للسعادة؟ باقي فيها أسباب. تفضل أبو عبد الله. منها لا تنشد المثاليات، يا أخي الزوج لا تنشد المثاليات، المثاليات في الجنة. لا تظن أنك أنت الحين تبحث عن حورية ولا مريم بنت عمران ولا عائشة بنت أبي بكر الصديق، أنت فيك نقص وكلنا فينا نقص. يشترط الإنسان شروط، ويريد المرأة أنها لا تغضب، والمرأة لا تسرف، والمرأة أنها لا تطلب شيء. يا أخي أنت اقنع بها لأنها قنعت بك، ارض بها لأنها رضيت بك. والله لو تطوف العالم وتبحث أنه لابد كل شيء بعيب وكل شيء بنقص، لأن خلقنا من ضعف. المثاليات تتركوها، والمقارنة لا تقارن ذبح المرأة أن تقارنها بامرأة أخرى. صدق. حتى لو تقول أمك هي أحسن منك، وهي المرأة بالمقابل أنا سوف أعطيها خطاب، لا تأتي بالمقارنة، ممنوع المقارنة، لا تقارن، عندك خير. ولذلك المؤمن ترى يغض الطرف ويرضى بزوجته ويحمد الله سبحانه وتعالى ويربي الجوانب الجميلة ويشجع الجوانب المشرقة. لا تقارن أبدا، لا تقول سمعنا زوجة فلان وسمعنا كان عندي عمة وسمعنا كان عندي خالة وكان خالة تسوي كذا. لا، ما هذا ليس مجال. أنت بس تصب الزيت على النار. صدقت. وبالمقابل أختي المسلمة، زوجك هذا هو حصنك، زوجك هو سترك وطاك، زوجك هو جنتك ونارك. في حديث صح حسنه الألباني، صحه الألباني، مسكين 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 رجل بلا امرأة بلا زوجة، ومسكينة مسكينة مسكينة امرأة بلا رجل. والله لو كان الدنيا عندها كل الدنيا ما عندها زوج مشكلة. فلذلك ارضي بهذا الزوج وحاولي أن ترفعي معنوياتي، لا تقارنين، لا تسمع على زوجه قال فلان كان كفو وفلان كان كفو وزوج خالتي وزوج، هذا الخطأ، هذا الذبح، هذا الانتحار. الأمر الآخر أن الإنسان يحاول مع زوجته أن يتفق وقت المشكلة لا يكون أمام الأبناء. الأمام الأبناء هذا أكبر مشكلة، لابد في خلاف لكن يحل بالتي أحسن، بالحوار. لاحظ ملاحظة، هو لا يلاحظها قبل أبنائه ولا هي تهده قبل أبنائه. لا تكسرين قيمة الرجل أمام أبنائه وبناته، وأنت أيضا احذر تأنيب الأم أمام بناته وبنائه. حل بالحوار، بالطيب، بالتنازل. الأمر الذي أيضا من الإيجابية يقول المناشدة بتقوى الله والعهد والميثاق، فإن إذا ناشدها بتقوى الله إن نتقي الله، وحنا في رحلة بسيطة وأيام معدودة وسوف ننتهي أو تنتهين ونعود، فيحفظ العهد والميثاق الذي بينهم. أتى إلى عمر بن الخطاب رجل فطرق عليه الباب، فدخل عمر قال مالك؟ قال أريد يا أمير المؤمنين طلق زوجتي. قال ولماذا؟ قال لا أحبها. قال ويلك، أبنية البيوت على الحب؟ صح. أين العهد والذمام؟ الله. أين المواثيق؟ يعني أين المراجل؟ يعني إنسان يأخذ بنت الناس، بنت الرجال، ثم يطلع عليه قال ما يحبها يفارقها؟ هذا وهج الشباب وهذا الخطأ. طيب فين الذمام؟ فين الرحمة؟ الله يقول جعل بينكم مودة ورحمة، طارحت المودة بقيت الرحمة. صدقت. الاحترام يقول إذا ذهبت المودة فليبقى التكريم، ذهب التكريم فليبدأ الاحترام. المهم الاحترام بنت الناس. ومنها أن يجتنب المعاصي في التعامل مع الزوجين. اللعن هذا أعوذ بالله هي كبيرة من الكبائر. الله المستعان. ومن لعن ترتد عليه اللعنة اللي مستحق ذاك. واللعن حضور الشيطان لا يلعن. أعوذ بالله، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الحش البذيء. أحذر أهل البيوت، اتقوا الله لا تأتي اللعنة. ترى من الكبائر الذنوب اللعان لا يكون شهيد يوم القيامة ولا يكون شفيع، وهو سبب السخط والغضب. ومنها أدعو الرجل لا يستخدم الطلاق، لأن بعض الناس متساهل في الطلاق، في المزح، لا يستخدم الطلاق ولا المزوح، لأنه قد يقع طلاق. وعند الأيمان اجتنب الطلاق. ووصلنا إلى مسألة الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. والله هدمت بيوت بسبب عجلة وتصرف، نسأل الله العافية، نزق وحمق، فتجد الواحد يغضب ثم يطلق بنت الناس. اجعل هناك سعة، اجعل هناك صبر، تتق الله. تعرف أن الطلاق هذا هو إعدام، ترى قتل، خاصة إذا عندها أولاد. كسر الرسول في الحديث يقول كسر أولاده، ترى يبقون يتجرعون الغصص وبناتها، وتنكسر كسرة ما بعد كسرة. يا أخي ما هو بهذا، خذ الحلول، خذ الإصلاح. فابعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلها، خذ إصلاح، ارسل على أمها على والدها، هي أيضا هي خاطبي قرابته، أعطي فرصة، حاولي لا تستعجلين، لا تستفزين، لأنه كثر الطلاق بسبب هذا. صحيح. منها إهمال الوقت المقدس الأسرة. بعضهم يا شيخ شوف سبحان الله بعض اللقطات العجيبة التي تدمر، وهم يحسبونها سهلة. يدخل الرجل على زوجته ومشغولة بالجوال بالواتس، تراسل صديقاته وبتضحك وهو جالس هناك. طيب وين القهوة؟ وين الشاهي؟ قالت والله أني بضحك من نكتة سألت لي فلانة، هذا وقتها.
وهذا وقت الجوال ليس له، ما هو وقته، هذا وقت الرجل دخل مرحبا يا ابو محمد طلتك علينا طين العنازة وقهوية، وبعدين تقول بالله ما هذا البدر ولو كان يخوف ثلاثة من الجن تقول ما هذا البدر، وإذا تكلم تقول بالله لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت على أفواه العسل، أنت لو دخلت دخل البهجة في البيت، هذا الحياة، هذا 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 أجر، هذا تفاؤل، والله يؤجر على الكلام، يا الكلام أنه صدق يا حبيبي الكلام، إما يأتي تشغل بجنب ويأتي هو يجلس ثم يأتي يفتح جواله أو يأتي يعلمه بمشكلات اللي كان، للأسف اسمعوا قضية اكتشفت في مجتمعنا وفي كل المجتمعات، وجد من الشباب من يتزوج بليش لا عنده دربة ولا عنده ذرة من رشد ولا من ولا عقل ولا عقل صحيح، فيأتي بنت الناس يتركها في الشقة ويروح مع زملائه في الاستراحات ويمزح معهم الى الساعة 12 واحدة من الليل، تدري ليه؟ لأن هل يزوجونه يقول بنزوجه لأجل يعقل إلا بيصير خبل، أما خبول أكبر ضيع بنت الناس وضيع نفسه، شوف باقي يعني حياة العزوبية باقي مثل حياة المتأهل، حياة المتأهل مثل حياة العزوبية، هذه خيركم خيركم لأهلي يبدأ بزوجتي، يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أسيرات، يشوف يذهب في الاستراحة في الكشتة في المزرعة يستنفذ قواه العقلية وكل شيء والجسمية والنفسية، يتكلم ينكت ويضحك وينبطح ويشرب بيبسي ويأكل مندي ثم يأتي جثة هامدة ما عدل نفس، قال كم تردون على الجوال ليش نمتوا بدري وانا ما انتظرتوني، شوف الكلام هذا هو هدم البيت، أنا بنت الناس هي المقدمة على كل زميل وصديق، انتبهوا يا أبنائي أنتوا قادمين على زواج ترى مسؤولية، ترى فتح بيت جديد ما هي بالشركة ما هي بوكالة يا حبيبي، ما هي بشراء سيارة، هذه بنت ناس بنت رجال بنت كرام بنت أجواد، يعني تبغى لها وقت تبغى تهتم بها، بديت صفحة جديدة، زملائك تعطيهم فضول الأوقات إذا أذنت بعد ما يعني بعد ما تتفق أنت وياها، هذا من الخطأ. أيضا يا أحبة أخر المشكلات في عندما تجلس في أول جلسة، ما تبدأ بتخبرهم بمشكلاتك، واحد لقيني في الطريق، واحد في العمل رد علي، واحد اتصل علي، ما ليس هذا، يقول أول المجلس كله أنس وحديث طيب وبشرى وفأر حسن فسوف يصلح المجلس بإذن الله، أخر المشكلات لا تقدمها في أول الأوقات والله صحيح. ومنها يا أحبة الله الله في كثرة الدعاء، والله يقول سبحانه وأصلحنا له زوجة الله. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا حسن، والله الدعاء أن يصلح لك الزوجة والابن والبنت والجار والصديق، الدعاء أصلحنا له زوج إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إبراهيم عليه السلام قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، قال فأصلحنا له زوجة واصلح لي في ذريتي، ادع أن الله يصلح زوجتك ويصلح أهلك ويصلح أبنائك، والله ينقلب البيت إلى جنة. إلى الجنة. فيه أشياء أيضا أخطاء اجتماعية عندنا ترى هي تسبب في الطلاق ووجدت في المحاكم. قبل نجي الأخطاء يا أبو عبد الله عندي سؤال واسمح لي، عندي واحد يسأل يقول أنتوا دائما يا هذا المشايخ أو المحاضرين أو المتحدثين دائم توصون على المرأة والمرأة والمرأة وكل النقد للرجل وللزوج، لماذا دائما أكثر النصح للمرأة؟ شوف المرأة لأن جانبها ضعيف، اتقوا الله في النساء يقول صلى الله عليه وسلم فإنهن عوان عندكم، المرأة مسكينة مهما كان، والمرأة دائما تقوم بأشياء كثيرة لا يقوم بها الرجل، البيت عليها، وجانبها ضعيف لأنها مسكينة مهما كان من المرأة يحتاج إلى شيء، ووجد من يعني من حالات الرجال أن التقصير من جانب الرجل، أنا بقول على الأغلب يعني الأغلب. الأغلب ترى المرأة الأغلب الوفاء في المرأة، بتقوم النسوان علينا يا أبو عبد الله، أنا بقولها أنا بقولها ذا الحين وبعدين أتفق أنا وياك على كلام استغفر الله يعني لا تصدقون لا نسوان أنا وياك لا تصدقون أعوذ بالله أعوذ بالله والله من باب الدعاء بس أسلم أسلم ألا صادق، أنت شوف النصوص من الرسول صلى الله عليه وسلم صدق أنه وصى بالمرأة أكثر من الرجل، اتقوا الله في النساء خيركم خيركم لها، ليش جانبها كذا هي، والله هي المرأة أوفى من الرجل أوفى من الرجل، تجدها تستمر تجد الرجل يفكر ترى مشاريع ويعدد وكذا بينما هي مستمرة على الخط المستقيم، ولذا يقول المتنبي دائما يقولها ولو أن النساء كمان عرفنا لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب والتذكير فخر بالهلال. المقارنة الاجتماعية هذا تهدم البيت، كيف المقارنات؟ بعض النساء سامح الله وبعض الرجال، لكن النساء ليش؟ لأن هي صحيح الأغلب النساء المقارنات عندهم لا هن المقارنات ايه؟ تجي عند زوجة قالت نبغى نغير الأثاث، طيب كم راتب الزوج؟ كم دخله؟ زارت ناس أغنياء وشافت أثاثهم كربهم ممتاز، السيارة نبغى نغير السيارة، طيب وين يتحمل هذا؟ ما عنده هو خلاص انتهى، تبغين يروح السجن يعني؟ طيب مد رجلك على قد فراشك، طيب ودخله كذا فلينفك ساعتين من ساعتين،
لا يكلف الله نفسا ما آتاها، يعني تقارين تذهبين إلى بيت تاجر وبيت غني وتجد عنده سيارات وتأتي الزوجة تقول لا نبغى نغير السيارة ونبغير البيت ويتحمل الديون، طيب أنت إلى السجن أصلا يعجبك هذا؟ القناعة يا أخي والرضا، خلاص الله أعطاكم شيء، ترى الله لا يعطي كل أحد كل شيء ولا يمنع كل شيء كل شيء، مثلا أعطاهم غنى لكن ما أعطاهم استقرار، الله أعطاهم مثلا جاه لكن ما أعطاهم صحة، ذرية ما أعطاهم أي نعم ذرية ما أعطاهم عافية، أعطاهم كذا ما أعطاهم هداية، أعطاهم ما أعطاهم رضا وقناعة. حسنا، فلا بد أن تشوفين بلا مقارنات بلا مقارنات، قدروا حال الزوج، قدروا ظروف المعيشية، لأن بعض النساء ما تعمى عند غرضها، تعمى عند الهدية، تعمى عند الطلب. طيب كم دخل هذا الرجل وكم يصرف وكم يستطيع؟ تقارنه بإنسان دخله بالملايين؟ هذا الله يرزق من يشاء. فهذه يعني من الأمور التي تهم في واقعنا وفي مجتمعنا. فيه مسألة مهمة يا شيخ، تفضل. أنا أدركت وقد دخلت أنا في بعض الإصلاحات ولو عن بعد مع بعض المشايخ، احذروا أن تدخلوا الزوجين في المشكلات. إيه. هذه مشكلة بين الأسر، قصدك بين الأسر، بين الزوج والمرأة، ومر علينا والله. لا تدخلين أبا الزوج ولا تدخل أمها وأباها في كل مشكلة يا شيخ. أولا يعيشون القلق ويعيشون الهم والاضطراب وتسبون، هذا من العقوق. ثانيا ليه يكون شيئا؟ ثالثا تزداد المشكلة، قد تأتي الأم ترى تتحمس الأم وتقول خلاص هذا حدنا من حده، وبعدين تفاجأ وإذا بنتها ترجع. هذه يوميا نواجهها بالصدق. علمني رجل يسمعنا الآن دكتور الله يمسيه بالخير، يقول والله إن في محلتنا بعلمكم بها، لأنه المرة أنا أحترمها لكن لا تثق إذا جت زعلانة ترى ترجع. يقول والله إن أتت أختي وإنها فيها دم هنا في جبهتها مضروبة، قالوا إني فكر تأخذ السلاح أصبحه، يقول خرجت من ثيابي فار دمي، أخته قال إني قلت بأذبحه، قال وجتني أمي، قالوا خاف الله تتحمل نفس في الإسلام، قال حسبي الله عليه الله ينكله، شافها تبكي وشافها يقول مصدوع راسها، يقول والله يد منه هنا. قالوا خلاص اتق الله وخاف الله فيها، قال خلاص والله أنها تحرم عليه، يقولوا وأنا حي ويا إكرام له. يقول ذاك الوقت ما بقي يتزوج سنة، يا إكرام لها إني أقوم بخدمة أختي، الله أكبر كسرني في أختي، الله يكسره هذا اليوم. قال والله إني أذبح الذبيحة وإني أجيب المرق السليق وإني أكرمها ومرة، قلت الله فديتك بروحي، والله إني لو وهي ما تبغاه تبغى زوجها، بس شوف إني لولا أمك ولولا كذا جماعة تدخلوا إني أذبحه. يقول بأخذ السلاح. قال وبعد مرة قال واتي لهم الطيبة، جيت برا وإليهم متعطرة، قال ما ليش؟ قالت فلان أبو فلان بيجي عندنا الزوج. قال زوجك؟ قال قولي لا إله إلا الله. قالت بتحرمني منها؟ الله يحرمك شبابك. قال بتحرمني من زوجي؟ الله لمن يحرم المرأة من زوجي يحرمها شبابه. يا أمين أمين. وعيالي خليه من عيالي. قال انكسرت كسرة. يقول لي لا تتحمس أنت، تجي بقوتك وتجي بنشاطك وتجي، خل برد الأمور ترى بترجع الأمور. صدق. وبس بيحترق الوالد وبتحترق الأم. لا تدخل الأم والأب في المشكلات يا أحبابي، خلاص تزوجتوا وأصلحوا مشاكلكم بينكم وتعودون، بس كل مشكلة تحرقوا الأعصاب، كل مشكلة إحراق الأعصاب. فهذه يعني من لفتات. طيب الآن في السوشيال ميديا، وهي لها تأثير كبير على الناس يا أبو عبد الله، يعني رأي كبير بعد المشاكل هذه، وبعد دولتنا الله يعزها سهلت إجراءات التقاضي خدمة لمن يحتاجها، ولكن مع السهولة هذه ومع نقص العقل عند بعض الأزواج والزوجات استغلوها، وكل مشكلة قدموا خلع فسخ طلاق. فبعض الشباب الآن يراسلنا يقول أنا ما عاد أبغى أتزوج خوفا من هذا المشاكل، إيش تقول للزواج اللي الآن بسبب هذه المشاكل نسمعها يقول أنا ما أبغى أتزوج بقعد مرتاح، هل هو على صواب أو على خطأ؟ لا هو على خطأ يا حبيبي. أولا خالف سنة الله في خلقه وسنة الله في عباده، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية، والزواج هو المستقبل وبناء البيت هو المقصود، أما أنك تبقى كذا أعزب ثم يطول بك العمر، يقول بعدين يقول شباب ولد الشيبة الخيبة، بعدين تتمنى بعد ما تجاوز 40-50 تروح تتزوج. لا والله لقد أخطأت، لعل الله يرزق ذرية طيبة ويستقر وضعك وتزوج زوجة فيها صدقة وعشرة طيبة وبناء بيت. وأما ذولاك يعني
يعني كل واحد أتى بسلبية نترك هذا الأمر. واحد أنا أشتغل بالربا قال رجل لا تطلبون المال لأن ذاك أشتغل بالربا. واحد ما شاء الله سافر إلى الحج انكسر في الطريق قالوا لا تحجون ترى فلان انكسر. صدق. واحد يصوم رمضان قال ضمي غمي عليه لا تصومون. واحد زوج. هذول المخطئين هذول يبقون الخطأ صاحب الخطأ نحده في خطأ لكن أنت ما نعمم. إيه وبعدين أنا أطالب بشيء الثقافة الزوجية. أحسن. يكون عندنا إن شاء الله جامعات عندنا لكن عندنا حتى المراكز المشايخ الدعاء الإعلام يعني يعطي الناس إرشادات. في شباب ما عندهم تجربة يقول يا ابني وكذلك البنت تراكم تقدمون حياة زوجية غيروا أسلوب الحياة الأولى. ليس من الصحيح إن الفتاة الآن إذا تساق السيارة تروح مشاوير عند أهلها وتترك زوجها. صحيح. زوجها يحتاج إلى جلسة يحتاج إلى عناية إلى بيت الأصل بيته قبل بيت أهلها. حتى في الإسلام إذا طلبت الأم والأب يقدم الزوج ترى يقدم الزوج. صحيح. وأيضا طالب الزوج لا يقطع من أبيها وأمها يعطيها وقت للزيارة. في مشكلة يا شيخ أنه الغياب في البيت مشكلة المقارنة مشكلة التطنيش الزوج أو الزوجة مشكلة عدم التغافل التدقيق عدم التغافل مشكلة النظرة التوسعية تأتي هي بطمع وتريد تغيير أشياء وتريد تسحب منه مال وهو أيضا ينظر أن المرة هذه ينبغي أن تكون ملاك لا تغضب ولا تستعجل ولا تخطي ولا تغلط ويقيم الدنيا ولا يقعدها. هذا هو هذا وصح. نحن بحاجة إلى إرشاد من الكتاب والسنة يقوم به العلماء ويقوم به رجال الدعوة والفكر والكتاب والإعلام يرشدون الجيل لأنك تعرف الجيل ما عندهم تجربة. الشباب صحيح. يقول أنا من كبر في السن يقول والله إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما فارقت فلان يقوله. لكن الشباب يقول بعد ما كبرت وعرفت إن الحياة ثرها تبغى تقوم على التغاضي والتغافل والتطنيس يقول ندمت قالوا إني أبكي بكى على واحدة فارقتها. الله. يبكون لأنك الحياة تعلم يا شيخ. صحيح. الحياة تعلمك الصبر تعلمك الأناة تعلمك إنك توسع بالك وتعلمك إنك تأخذ بالتفاهم والحوار. والله اللين يا شيخ الرفق ما كان في شيء إلا زان. يقول الرفق إنه يخرج لك الحية من جحرها. صدق. الرفق يجي بالجمل الصعب يقوده الطفل. يقول صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زان. الكلام الزين الزين يقضي في الدين. نعم. وما كان يقول العنف في شيء إلا شانه. ما كان الرفق في شيء إلا زان. الكلام الطيب وخاطبه. بعض الناس يتزوج زوجة ما عمره قال يا أم فلان أو بارك الله فيك أو بيض الله وجهك بس أوامر وكانه ما شاء الله الحجاج بيوسف الثقب في البيت وهو دجاج تنصقع خارج البيت. يقول لا شو بيني بقول أسد علي على أم على زوج تنصقع إيه على زوج على زوجته أسد هصور في البيت ودجاج تنصقع معنا. يقول أسد علي وفي الحروب نعامة فتخا تنفر من صفير الصافر. لا يا حبيبي اقلب السالفة خلك نعامة في البيت وبرا وخلك يا أخي تغاض وانكسر خلها كذا. أنا أدرك سبحان الله شوف المرأة استسلم في النقاش خلك مهزوم وش قالت ترى اليوم حر بتقول لا ما بتقول برا ولا حر لا حر لا صدق. لو في شدة الصيف في الرياض 50 درجة قالت اليوم براد قال صدقت إلا بتشتي إلا بيهل الغيث يا أبو عبد الله. ترى ما يخسر إنسان شيء ما يخسر والله خل لأنك في الأخير أنت الكسبان. وش العناد هذا؟ يقول ابن مبارك في التغافل والموافقة وإذا صاحبت فصحا ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم كرم. قوله للشيء لا إن قلت لا وإذا قلت نعم قال نعم قال نعم. قال قل رفيقك في السفر بيتغدى سنتين قل فوقها صدقت. قال يا ولد والله إن 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 الدنيا حايشة كانوا نون الليل صدقت يبرق البارق. قال سمعنا إن في ديركم مطر قال عد السدود يا سلام حط معه معاش امش معه. إما اللي خالفك هذا مشكلة نكبة فما بالك زوجة الزوجة خلها. وبعدين حتى في الدين أظن أبو عبد الله وأخت الزوجة لماذا أنتم تصرين أن يكون الرأي رأيك الصحيح؟ يقول هو قضية اجتماعية. قضية اجتماعية يقول إن وجدنا مثلا إن السكر ما يضر. قالت له والله إنه يضر وتثبت 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 وتجيب الحجج خلي الموضوع الحمد لله والشكر صح. عودنا نتعلم منه صح. يقول لي أحد قال ريح طيب هذا يا شيخ اسمح لي لو قطعتك. بيقول الناس هذا خوف وجبن وتنازل عن قوامة الرجل. ما هي قوامة الرجل؟ أولا قوامة الرجل أن يأمرها بالمعروف وتقيم الدين ويحفظ عرضها ويحفظ سمعتها. هذا قوامة الرجل. أما قوامة الرجل أنه يسوي عندنا هولاكو في البيت ويسوي كذا وليس هذا الهزيمة. الهزيمة هذه معناها أنه سوف يبقى البيت ويستمر البيت سلام هذه نصر. أي هذا نصر. ولا أطفال يستمرون ويدرسون زين وننستر في بيتنا ونقعد في بيت خلنا ننهزم في أشياء خلك مغلوب. وش بيصير؟
حتى يقول إذا غلط تمام زوجته يقول آسف، ترى ممتاز والآسف، وحتى لو كان يقول آسف وإن شاء الله نتوب ما عدنا نعود، ويقول والله هي المرأة عاطفية أن ترجع هي تعتذر لك، جرب صدقت. حتى إذا قالوا تراك تأخرت علينا وكثرت من الضيوف وأشغلتنا، يقول والله كلامكم صح وإني براجع الأمر، أنا تفكرت براجع نفسي براجع نفسي وفكرت في الموضوع. قالت الله يعفى عنك وعن والديك، والله أنا بس أبغينا نلاحظ ملاحظة، ولا أنك مطلق لو تقول أنت لا والله ليس بصحيح، بل أنا دائما أنا أرى أني في صفكم وأنتم دائما فارغين، هذا المشكلة وهذه توقيد للنار. يا أخي استخدموا كلمة صح وكلمة آسف، جاملوا وابشروا وجاملوا الدين يا أخي، تفاؤل وبشر عبادي، بشر المؤمنين، بشر 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 المؤمن، بشر المؤمنة، كل الدين مبني على التفاؤل. ترى الكلام يا شيخ يأتي الكلام أحسن ما تأتي الدراهم، الكلام الطيب هو السحر. يقول ابن الرومي زوجته تزوج واحدة ما شاء الله موافقة مثل العسل، يقول حر بغداد قالت يقطع الجبهة، وإذا جبت قال الثلج، قال وكلامه السحر الحلال، لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرزي الله إن طال لم يملل، وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم توجز. يا سلام، يقول الله يعفى عنها وعن والديها، والله يا كلامك أنه سحر، كل ما قلت شيء وافقت، كل ما قلت قالت ابشر يا أبو محمد، ابشر يا أبو علي، على العين وعلى الرأس. هذه المرأة هذه التربية، وأنت يا أخي قدرها، ترى بنت ناس بنت رجال وعرض، فتجي تقول ابشري بصدقتي وبشروا بسعد، والله شوف بشوف، ولو كنت انت في كربة، لو كانت دخلت هو دخلت عليك هموم الدنيا، قول ما شاء الله انت وجه خير يوم دخلت حتى علينا. يجوز في الدين ظني تكذب عليها جد جدا، يجوز وتؤجر على الكذب، على الكذبة هذه ما يجوز، وتؤجر هي على الكذب، تقول احبك سبحان الله اراك في المنام، وهي تشوفها تخاف من الماء وتقوم تصلي ركعتين وترش بالماء، قالت سبحان الله رأيتك في صورة القمر، هو بيصدق ترى، ورأيت أنك في جمال يوسف عليه السلام، وهو يخوف سبعة من جنة. هذا يجوز لها. وإذا قال هو شوف كنا سبحان الله كان عندي قلق فلما تزوجتك انشرح صدري، قالت الله يعفى عنك عن والدك، خل عطاها من القصص عطاها من الكلام. يقول في سنن أبي داود لا يجوز الكذب إلا في ثلاث، أحسنت، الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل، في الإصلاح يا أخي، في الحب، في إصلاح المعاشرة، ما في كذب، ما في أخذ حقوق الناس، وإصلاح ذات البين بين المتخاصمين. خاصم تروح عند فلان قال ترى مدحك أبو عبد الله أثنى عليك، أبو عبد الله يسبه، وراح عند الثاني قال صدق إنه بيدعو لك، تركته يدعو لك في المسجد ويدعو عليه، الآن يجتمعون مباشرة. الثالث العدو، في الحرب العدو، تقول ترى ما خلاص بشرب المسالمة مصبحة في اليوم الثاني. نعم هذا هو. طيب هذا أبو عبد الله في سنن أبي داود بيقول لك ذا الحين يعني مجمع الرجال وأنت منهم، بيقول يا أبو عبد الله يا شيخنا الفاضل يا معلمنا، أنا طيب وأتغاضى ولا أقارن ودور الستر ودور الحياة، ترى ملاحظة أنا ما استخدمت هذا مع أهلي ترى. لا والله يا أخي أنا أعرف أنك الحمد لله ما شاء الله تبارك الله أنا يفهمون أني أنا أسوي عليهم مسرحية. لا لا شوف يا أبو عبد الله، أبو علي يمكن لأني أشوف كذا مشعابة، ترى اللي مع مشعابة أني هو أخو أبو واحد، هو مشعابه خارج المنزل وأنا ممنوع يدخل بالمنزل. أنا أيدك يا أبو علي أني أشوف إذا ذكرنا معالي ينتفض ويصب القهوة، قال الله يعفى عنه الله يعفى عنه، والله أنه هي اللي يسوي القهوة. طيب يا أبو عبد الله، واحد بيقول أن الآن أنا طبقت كلام الشيخ عايد كامل وأطبقه من يوم عرفت هذا المرأة وأحسن إليها وخاف الله فيها، ولكن هي ما قابلتني بنفس هذه المعاملة، 24 ساعة أبغى تكون خارج البيت، تطلب المطاعم، تطلب الكافيهات، تطلب شيء ما استطيعه، تطلب كماليات وشيء ما هو من الضروريات، وإذا قلت شيء فتحت مشكلة من لا شيء وبهذلتني في حياتي، وهذه موجودة عند كثير من الرجال، وش تقول للنساء؟ لا شوف أنا أقول للنساء اتق الله، يعني أنت بهذا التصرف أنت ما تريدين هدم البيت، تريدين تخسر الرجل، تريدين تدمير الحياة، يعني أنت تظنين أنك أنت بفعلك بتفرضين السيطرة، ترى في مفهوم خاطئ اجتماعي يا شيخ اللي هو يوصي بعض النساء بعض، قال خليت عينك حمراء عليه والله ترى ينهد، ولا تظهرين المحبة له ترى يطمع، ولا تحاولين تتنازلين الحقوق بل زيدي، لأنك إذا تنازلتي ترى ينزل هو درجات، وهذا هدم البيت والله، إذا ما كسبتي قلبه لا ينفع كأولاي ولا ينفع أم ولا أخت ولا خال، وش بعدي وش بينفع المطعم إذا هدمت البيت، وش بينفع إذا يتمت مثلا طفل عندها ولا طفلة، وش ينفع، فكروا في العواقب. بعدين قد جعل الله لكل شيء قدرة، أنا ما أقول للزوج لا تخليها، خذها أنت ويا إلى المطعم على استطاعتك، على استطاعتك تعش معها، روح استراحة إذا استطعت، اسمر معها، إذا ما تنعزم دائم عند الناس والله أولى أهلي أولى،
وشارك، وإذا كان عندك خير لا تبخل أهلك أولى بالمعروف. ترى بعضهم صاحب هياط مع الناس، صدقت، يعزم ويذبح وبخيل على أهله من أبخل الناس. والله من القضايا اللي جاتني واحدة تشكي تقول والله يا أبو عبد الله أنه كل ما جاء ضيف حتى لو هو من 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 جماعتنا وما هو بضيف يعني أجنبي، أنه ما يبرك له إلا قعود، وأن لا طلبناه في حاجة أنا وعيالي لو بمئة ريال أنه ما يعطينا، كريم مع الناس بخيل معنا. صدقت وبررت، وإني سمعت من الناس والله يا بعضهم إنه ما إنه ما يأتينا الدجاجة من إلا بكل أنف. صدق. فإذا جاء عزيمة قام بالسكين يلعلع ويا لفلان حق الرأس رأس وهو ما يسوى دجاجة وهو عشان هياط بس. والله العظيم يا أخي يقربون يقول سبحان خيركم خيركم لأهلي، اللي ما هو بكريم عالي ما هو كريم عالي. يعني تبغى أنت مالك الغير، أول نبدأ بزوجتك وأطفالك وأهلك، اكرمهم جلوسك معهم، والله أعظم ضيافة تضيفهم وأعظم يعني عزيمة لهم وأعظم صرف عليهم. يقول صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود: دينار تنفقه على أهلك، ودينار تنفقه في على مسكين، ودينار تنفقه في سبيل الله أفضلهم عند الله الذي تنفقه على أهلك. الله على حتى شف. على اليتيم أهلك أولى، على المسكين أهلك أولى، على في سبيل الله أهلك أولى. يا أخي احتسب الأجر. أنا في مسألة قال لي واحد اسمه الشيخ يحيى بن إبراهيم اليحيى في المدينة ويسمعني الآن، يقول أبشرك اكتشفت شيء علمني العلماء، فصرت احتسب النفق على العيال. يا أخي احتسبها صدقة. يقول حتى يضع ما يضع فيه، إذا شريت جوال قبل ما تشري حرك الصدقة النية، اللهم في نفسك إنها صدقة لأولى ولدي وبنتي. تشري لباس لبنتك لولدك اجعلها صدقة، تشتري لهم لحم الثلاج كيف صدقة، أعظم صدقة، أعظم صدقة على اليتيم والمسكين والفقير في سبيل الله على أهلك. خيركم لأهلي لأهلي وأنا خيركم لأهلي. يقول صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره وفي مسند أحمد: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول، يكفيك إثم يضيع من يعول يضيعهم. يا إذا شريت تمر احتسب أنه أجر، احتسبه صدقة يا شيخ. شريت مال في البيت، ماء لبن كله صدقة، سوف يتحول نفقتك صدقة في سبيل الله. أبشرك شيء، الكلمة الشيخ الإسلام ابن تيمية قال: قد يؤجر الإنسان على درهمات ولا يؤجر على آلاف الدراهم. الله كيف؟ قال: يتصدق على فقير ومسكين بدرهمات في ينوي في يكتب له، ينفق على أهله ونف، ترى ننفق على أهله صدقت، ولا ينوي حد يرى أنه شيء ما في نية. قال طلب ولا قال أعطم الله لا يردهم للثلاجة. قالوا جعلهم ما يشبعون. قال شيبونا أعطهم، إنه ذا الحين لأنك تؤجر عليه هذه النفقة أحسن من اللي تعطي الفقير والمسكين، فإذا زاد الأقربون ولا بالمعروف صدق. فتؤجر الآن. أعيد يا أبائي يا 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 أبنائي يا إخوتي، إنه كل شيء أنه لوجه الله. يقول صلى الله عليه وسلم صدقة، قال حتى ما تضع في امرأتك. يقول حتى بعض السلف يقول أنه من هذا حتى لو تأخذ اللقمة يقول من حجر وتضع في فم المرأة، هذا من لطف، هذا من لطف. عائشة من المؤمنين تقول كانت وهي حائض عليها العهد رضي الله عنها تشرب من الكوب، قال فأن تنظر في النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أنت الصديق، الصديق وبنت الصديق المطهر مبرى من فوق سبع سماوات تنظر هل بيتقدع الرسول. قالت والله أن يضع فمه في مكان فمي. الله بأبي شوف الخلق، فيكسب قلبه بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، يكسب القلب ويأتي بالسواك تقول بو كذا، قال فيأخذ السواك ويستاك علشان يبين لها شيء واحد. تسابق، قال ما رأيك عايشة تسابق؟ قالت وأنا سبقني عليه الصلاة والسلام في الصغر. قال فتسابق، قال فسبقته لأنه كبر صدر. قال صلى الله يا عايشة هذه بترتلك وش هذه الحياة؟ اللهم صل على رسول. يقوم صلى الله عليه وسلم يقول يكون معنا في خدمة البيت، تقوم تطبخ، وش المطبخ؟ أبشرك الغرفة مغلط ومطبخ ومجلس رجال وغرفة واحدة الذي يصلح العالم. كفاك عن كل قصر شاهق عمد، بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضائل أبراج مشيدة، نصب الخيام التي من أروع الخيم، إذا ملوك الورى صفوا مائدهم على شهي من الأكلات والأدم، صففت مائدة للروح مطعمها، عذب من الوحي أو عذب من الكرم، مولاي صلي وسلم ما أردت على نزيل عرش خير الرسل كلهم. قل يقول له ربه إنك لعلى خلق عظيم. يكنس البيت وهي معه، يقول تقوم اللحم قطع معها صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، يقوم يعاونها عليه الصلاة والسلام، ويبتهج معها ويمازح عائشة ويمازح وهو يدير الأمة كلها، يدير الأمة كلهم، هو الواعظ والقائد والمعلم والنبي والمربي صلى الله عليه وسلم وإمام المسجد وقائد الجيش بأبيهم صلى الله عليه وسلم، الله وكل شيء وسلم. ومع ذلك يشعرهم بالسعادة، يتحرون. كل زوجة من زوجاتي تشعر أنه الوحيد الذي ود هذاك الود الخالص، وكلهم إذا ذكروا بعده يقول ما امرأة من زوجات صلى الله عليه وسلم تذكره
بعد وفاة صلى الله عليه وسلم إلا بلت نحرها وصدرها. اللهم صل وسلم شوقا إليه بأبي أم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. إذا ما كان هو مصدر الخلق والكرم منين؟ الله اللي زكاه ورفعنا لك ذكرك. الله اللي يقول فبمرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان يراعي المرأة وإذا مرضت يمرضها وعليه الصلاة والسلام ويمازح ويشارك عليه الصلاة والسلام ويصدر مصدر الحب ومصدر الإلهام ومصدر الطاقة ومصدر السعة والرفق بأبيهم صلى الله عليه وسلم. والذي شوف يقول العقلاء العرب الذي ليس فيه خير الأهل ليس فيه خير الناس. وش تبغى يا شيخ؟ وش تبغى أنت بواحد أن يقول خير مع قبائل وخير مع الفلان وخير وهو ما 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 قصر مع أهله لك بسرته لك بزوجته لك بأولاده. وش صدق وش الخير الذي لا يصح؟ يقول دانتي هذا شعر إيطالي البيت مملكة الأفكار. هذا بحكم حكم ضالة المؤمن في لا تحزن. قال البيت مملكة الأفكار من لم يسعد في بيتي فلن يسعد في مكان آخر. صدق أنت في بيتك خلك ملك في بيتك وخلك سعيد وخلهم يفرحون. حتى زوجته تقول جاء أبو عبد الله عسى قريب تسمع الجار تقول يلا انت حيا. شوفوا اذا ما كان الزوج يتسابق اطفاله عند الباب كالعصافير يحيونه فعرف ان في قيومته وفي زوجه. ابشرك وانا كذا وانت عارف انا من يجي يرحبون بي جدا ويخرجون من البيت. صدق 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 يخرجون مع الباب الثاني سابقونك وانا الله يغفر لك يا ابو عبد الله غفر الله لنا. ولكن بعض الاباء ترى يخافون الناس اولاده اذا دخل قال اسكتوا جاء الوالد لا تضحكون اسكتوا اجلس. قل إن الموت الذي تفر منه أعوذ بالله. ويدخل شوف بعضهم شوف شوف الصلف وشوف كل تعال. قال من اللي كان يضحك؟ طيب من اللي كان يضحك؟ قالوا من اللي رفع التلفزيون؟ من اللي رفع الصوت؟ الله أكبر هذه القضية الدين مو مشغلنا. قالوا من الدين مو اللي شغل المباح من اللي شغل الدين مو واللمبات هذا وقت طيب خلي اللمبات اشتغل والدين مو خل الله لا يرده ولا يرد طيب هم اكسب قلوبهم. قل أنا مشتاق لكم يا مرح مساكم الله بالخير ومسيت ومصبحت عند المساء فقال الذي ماذا الصبح لا لا ضموني ضموني وكل واحد لا لا تصافحني أبغاك وضم ضم على صدرك والبنت الله سلم عليه ما هو كذا لا يا ابني أنا أنا مشتاق لك أنا ما أشتاق ودي أسلم عليك هذا والله إنك تؤجر في التكبير وفي كذا. إذا كان سيد ولد آدم عمر في السنن يقول دخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو يمشي على أربع والحسن والحسين على ظهره. اللهم صل وسلم. قال صلى قال نعمة يقول صلى يقول نعمة الراح راحلكم عمر. قال ونعمه بهم يقول عليه الصلاة والسلام يداعب عليه الصلاة والسلام أطفال هذا في السنن عليه الصلاة والسلام في سنن النسائي وأبي داود صلى الناس رسول الله عليه وسلم بالناس في يوم سجد فقام الحسن على ظهره فطول السجود صلى الله عليه وسلم ويوم انصرف قال إن ابني هذا ارتحلني وخشيت أن أذيه فطولت. الله في الصحيحين عند البخاري مسلم انتبه أمامة بنت زينب بنت بنتي وجدها صلى الله عليه وسلم أمامة اللهم صل وسلم بكت أمها يعني قصدي راحت أمها مشوار وهي تبكي البنت صغيرة سنتين ثلاث أمامة احفظوها في البخاري مسلم إن ذهب صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس البنت ما عندها ما في سقارة ذاك الوقت ما في حد مشكها أيوة وراحت تأخذ الماء أمها إن ذهب تأخر صلى الله عليه وسلم بيتأخر عن المسلمين فأخذ على كتفه. الله هذا درس عن ألف محاضرة وألف رسالة. المسجد من هم الجماعة بشر جماعة المسجد كبار الأمة أبو بكر وعمر عثمان وعلي الله أكبر العشر المبشرين بالجنة أهل بدر أهل بيعة الرضوان الوزراء أهل الانتصارات أهل الفتوحات الإنجازات هذا الجماعة بشر كالشهداء المهاجرين والأنصار هذا جماعة المسجد الله يجمعنا هذا جماعة المسجد رضي الله عنهم والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا وإخواني الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله لو كرهت يدي أسلافنا لقطعتها وقلت سحكا يا يدي أو أن قلبي لا يحب محمدا حرقته بالنار لما ترددي سلام. فقام دخل إلىهم يشوفون الرسول صلى الله عليه وسلم يلاقبل بأمامه بالبنت سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم شفيع الأمة وإله صاحب الحوض والمورود واللواء المعقود والمقام المحمود. اللهم صل وسلم فكبر صلى الله عليه وسلم قام ركع وضعها يسجد قام صلى الله عليه وسلم أخذ على كشتلها أربع ركعات العصر في الصحيحين. يقول ابن حجر شوف الفوائد منها تواضع الإمام وقربه صلى الله عليه وسلم ورفقه صلى الله عليه وسلم ودنوه من الأطفال ومراعاة حال العائلة الأسرة ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أن الطفلة لا ينجس وأنا ما توضت هي طخ عملها نعم. ومنها أن الحركة للحاجة لا تبطل الصلاة ومنها اقتداء الناس بيسره صلى الله عليه وسلم وسماحته الله ومنها لطفه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. شوف كم فائدة ويش وين التواضع وده هو أراد يقدم درس عملي للأمة أنه قدوة هو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان رجل الله واليوم الآخر وذكر الله كثير. الله أكبر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وش تشوف يخطب صلى الله عليه وسلم في الصحيح عند البخاري يخطب في صوت الجهوري
وإذا يقول شوقي وإذا خطبت في أمير الشعراء وإذا خطبت في المنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء. الله أكبر. يقول الزبير شعري من يمدح النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتر اللفظ أمة من عفاي. قام يخطب شوية وإذا الحسن دخل يعثر في ثوب طويل عمره أربع مدي أربع خمس سنوات بين الصفوف يمشي وعثر. فنزل صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وذهب إليه في وصف في البخاري. الله. وأتى صلى الله عليه وسلم احتمله وجلس بجانب. اسمع النبوة الآن، حضرت النبوة الآن المعجزة. قال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين. الله أكبر. ودارت الأيام وتقاتل المسلمون وانقسموا فريقين، وكان علي بن أبي طالب له الحق أمير المؤمنين رضي الله عنه. فلما قتل رضي الله عنه اختلفت الأمة وخاف الحسن بن علي يتسافكون الدم. التقى 100,000 معه بسيوفهم و80,000 مع معاوية. قال الحسن من لهؤلاء؟ يقول دماء المسلمين. الله. فتنازل بالخلافة مصداقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وسار سيدا لأنه حقا دماء المسلمين. أشهد. وأعطى الخلافة معاوية. قال المسلم أشهد أنك سيد وقد شهد لك النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين بعد 50 سنة يمكن. وقام فحقن الدماء ورفع السيوف عن بعض ومسك دماء الأمة وحفظ أعراضهم وحفظ لا يجي قتل ولا يجي يتم ولا يجي جراح ولا يجي فتنة في الأمة ولا تشذر من الأمة. فعصمه الله بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنه نزل صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الطفل ورفع بأبيهم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فمنه نتعلم الخلق بأبيهم صلى الله عليه وسلم. أبو عبد الله الحقيقة كلامك كله إيجابي وأسأل الله العظيم يعيننا وأنتم يجعلنا نطبقه. حنا لو طبقنا سنة محمد صلى الله عليه وسلم لا عشان بسعادة. عندي موضوع وجاني أسئلة عليه كثيرة وهو والله هو من أكبر الأخطار اللي تصادف الأسرة وتهدد استقرارها. ودي كلمة يا أبو عبد الله لبعض الرجال وبعض النساء المخببين والمخببات، الرجال اللي يطلعون في وسائل التواصل أو في بعض البرامج ويقوم يحاضر على الزوجات يقول ترى ما هو بلازم تضيعين زوجك، ترى ما هو بلازم تطلعين بذنه، ترى ما هو بلازم تطبخين له، ويطلع مرة ثانية يقول ميد الرجل ترى مفروض أنك ما أنت ملزم تصارفها، ترى مفروض ما تسوي. أو في بعض المجالس الخاصة يجيك بعض النساء لا شافت زوجته مع زوجها سعيدة قالت ليه مفروض ما تسمعين كلامه، اقعدي معنا لا تروحين معه. وهؤلاء أصبحوا سببا رئيسي في تشتت الأسر أو التأثير على أفكار الناس، عليهم ذنب ذولا؟ نسأل الله، شوف نسأل الله العفو والسلام. المخبب من أعظم المفترين على الله. أعوذ بالله. والمخببة من أعظم المفتريات على الله. حول قوة. لو أن لي شيء ورأي يسمع أرى أنهم يردع إلى من يثبت عليه في وسائل التواصل أو في برامج أنه يخبب أو كذا أن يردع الردع يعني يجلد يجلد لا يعزر يعزر. نعم. تعزير المعروف اللي الشرعي. نعم. شوف يا حبيبي من هدم بيتا عليه إثم هذا الهدم ليوم الدين. لا حول ولا قوة. يعني ما مصلحة حتى الرسائل التي فيها إيحاء إنك تقول لا أنت امرأة لكرامتك ولا بد يفهم إنك أنت لك مكانة. هذا يقال للمرأة ويقول لا. وشوف الرجل قال ترى النساء كثير الله ما حدك عليها يعني تهدم البيت. شف. يبدأ من جديد. صحيح. من كلمة من كلمة ويعني وتيتم الأشياء مع لك الأبعاد الكلمة هذه. قال لا افرض سيطرتك خلك ذيب وخلك نم. خل ذيب على المرأة أسد عليه في الحروب عامة فتخات في المصطفى الصافي ويقول كذا. قال والله لو كان أنا ما أرضى. طيب أنت أنت هذا هو النصح. يقول لو أني أنا مكانك ما أرضى هذا الموقف. وتجي بعض الأخوات وحتى قريبات المرأة يقول لا أنت شوفي خاصة كبار السن بعضهم ترى جهل يا شيخ عايض. يحسب أنه من بر بنتها ولا بنت أخوها ولا بنت أختها تقوم توصيها على الرجل. لا هو الهدم للبيت وهم اللي سوف يأكل مرارات. وكم من امرأة شجعت هذا ورجعت من تبيت عندها مطلقة حملتها وأطفالها وماذا يستفيد هدم البيت؟ يا أخوة شوفوا الواجب على من المفتي وعلى الناصح وعلى المرشد الاجتماعي والمربي والمستشار أن يسعى في التأليف. يا سلام. حتى لو يضيف من عنده حتى هو مصلحة يجوز له الكذب. يقول له أصبري ترك ما بتلقى مثله وترى ما دام أنه كذا أنك ذكرت فيه جوانب وترى إن شاء الله ترى بيعد الحال عليك بالدعاء واصبري أنت خير منه. ترى كثير ما عندهم زواج وترى في مطلقات في المجتمع وين بتروحين الآن. وكذلك يوصي الزوج بزوجته خيرا هذا هو الصحيح. الله يكفينا الله يكفينا الله. ودنا نريحك يا ابو عبد الله دقائق وناخذ اراء اخويانا الحاضرين معنا. تفضل يا ابو صالح عندك شيء تفضل. والله اخينا ما شاء الله تبارك الله عايض القرن لو انه يسهر الى الفجر والله انه ما مل منه يعلم الله عليمة حق. لكن يا اخواني الانسان لازم يكون واقعي لازم يكون واقعي بالامور كل ابوها. اما انه قيل مثل حال حين بنت مثل يجهزون أهلها ويعلمونها وكل شيء ويجونها ويسلمونها هذا الشاب مشوش له عقله مثلا ربما إنه
وكثير من الشكل ذا، لكن لازم انك تاقع انت وياها ولا تدخلون الشيطان بينكم، تخلون الشيطان حكم دائما مثلا، ما لا تستقبل منه ولا تستقبل منك. يقول رعال مثل بيت ما به مره ما به ثمره، صدق هذا واقعي. واما الانسان والله يا اخواني يا شيء تقوم به الحرمه المره، والله ما يقدر يقوم به الرجل. انا مر علي بعض القصص تخبر بالبيوت، حصل امراض للنساء وزياره مستشفى، وعندنا ورائين صغيرين ولي يدرس ولي سبحان الله يوم جاء ذاك اليوم ام العيال تدخل مستشفى اي بالله، وعندي ورائين صغيرين اللي بالابتدائي ولي بعدها ولي ولي قلت باسد فيهم اي بالله. المهم يا اخواني والله ان هذا اللي على الحق، ان هذا اللي الصحيح. تبطئناها الله يدفع البلاء. المهم قالوا يا يبه اليوم في درس وانا علي رياضه، وانت وش عليك؟ قال انا علي ما ادري وش علي. المهم كل اجمع لهم لا والله ماني حول شيء ولا حول ديره. قلت اليوم استراحه يا عيال استراحه اليوم ان شاء الله خلاص. قالوا وتريحنا؟ قلت ابد ما يحتاج. اخذنا اليوم الاول واليوم الثاني ما طلع ما طلع والله جلسنا بالبيت الله يدفع البلاء. تقول يتمان الله المستعان، لا حنا ولا الاولاد، بيت ما به مره ما به ثمره، وترى تقوم بشيء عظيم. تقوم وانت نايم، وتقوم بالاطفال، وتقوم بملابسك. ويا اخي اشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقك الله. والحرمه مثلا اذا دخلت والشيطان تراه ما يحتاج، ترى يفتلش نابه وتراه يقول هذا ما يصلح وانت ما تصلحين، والكل منهم يشوف الثاني الله يكافي يعني ما له قبول. فانتم تراجعوا لانفسكم، والاخلاق يا اخواني الاخلاق ترى ما لها مثيل، ما لها مثيل والله. ان اخذنا الاسبوع الاول وحالتنا حاله، وكل ما جاء يوم قلت اليوم استراحه جايبها والله ان والله ان لو انا هبطت كان وصلت الورقه من المدرسه والله ما خليهم يدرسون. الشناط ما ادري وينه، والكنادر عزك والله ما ادري وينه، والشراب والدروس وكل شيء ترتيب. والله يوم تجي وتخلي البيت جوهره جوهره، تغسل الملابس وانت ما درسوا؟ قلت لا والله ما درسوا، ننتظركم. وبيت ما به مره ما به ثمره، هذه حكمه وانتم سالمين غانمين، ما نطول عليكم. الله يبيض وجهك يا ابو صالح، يطول عليك يا ابو عبد الله. والله كلام ابو صالح رائع وجميل واقعي، هذا العقل وهذا التجربه، صدق فيما قال. وكل انسان يسمعه الان ترى يمر بهذه التجربه، وتصدق يوم تغيب المراه عن بيتها ويخرب كل شيء، كل شيء، ولا كل تستطيع ان تقوم بالبيت. صدقت. وانك يعني شوف لو طفل صغير ولا طفله تمرض وتكون مهمه معه، والله انك ما تستطيع تتصرف. صدق. مع هذه الطفله او الطفل. صدق. فسبحان الذي اعطاهم الصبر واعطاهم الحكمه في اداره البيت، وهذا صدق الشيخ. صدق. بيت صدق. ما فيه مره ما فيه ثمره. صدق. صدق. اخوي ابو ناصر عندك سؤال للشيخ او تعليق تفضل. الله يجزاه خير ابو عبد الله، واحنا الليله نبي نستفيد منه. والحمد لله أنا طرق الموضوع التخبيب لأنه مهم لكل بيت، لكن يا شيخ نبغى الوسائل لمكافحة التخبيب. اليوم نبغى من الدكتور عايض للمجتمع، لبعض المتقدمين الزواج، لبعض من طلع من قضايا الطلاق الآن هو مر بهالقصة، وش الوسائل اللي نعالج بها التخبيب في البيوت؟ نعم أحسنت. أو في ترى الرسائل، أول يبغى الرجل يصارح المرأة من أول يوم إني أنا وياك صرنا في شراكة إيمانية إلى يوم القيامة، ونبينا بعهد وميثاق إن لا نسمع كلام الآخرين. ترى عندي أهل وعندك أهل، يا سلام، وعندي أصدقاء وعندك صديقات، فلا بد المصارحة. الثاني نوجه كلمة للمخببين وقد سمعوا قبل قليل، اتقوا الله ترى هذه خيانة. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، تخونوا أماناتكم، هذا خيانة الأمانة، تهدم البيوت وتسبب في الطلاق وتسبب في يعني هذا إثارة الفتن. الثالث أيضا الزوج الوالد يكون عليه مسؤولية، والوالدة في 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 مسألة الابن يقول يا ابني لا تسمع في زوجتك كلام، وأنت يا بنتي أهلها ينصحونها. أمر آخر أن يقال لهؤلاء يعني يوجه مثلا الكتاب وسائل التواصل بالتخبيب، حتى لو كان في تأديب للمخببين. إذا في ترى في القضايا يا شيخ سمعنا بقضايا حكم على بعض المخببين من ثبت. نعم. إذا الحمد لله القضاء قائم الحمد لله. نعم الحمد لله. ففي مثل هذه تجتمع الأمور، لكن لابد من توعية اجتماعية وتوعية أسرية للمرأة قبل، وللرجل يقول ترى في مخببين، لا تأخذون على درجة النصح. نعم. ترى ما في أحد ترى ناصح عاقل كذا يقول للمرأة، إن كان يقول لها ترى في رجال لطحين زوجك، ايه لطحين هذا مجنون. طيب. ولا الرجال كثير، وش لقم الكلام هذا؟ كلام ملقم هذا. صدق. وأيضا الرجل يقول له، الرجل يقول يا أخي زوجتك ما حدك الله على زوجها، دور غيره. كيف هذا؟ طلقها.
كيف هذا تهدم البيت هذا؟ وما كارثة والله. وش اللي وما هو ماذا تريد أنت من نصح هذا؟ يعني تريد تريحه وقد خنت الله ورسوله؟ أعوذ بالله. أعوذ بالله. هذا خيانة. الله يكفينا. نعوذ بالله. حتى اللي ما عنده مثلا سهور يا أخي يمسك لسانك، كف عليك لسانك، ما تدخل. قل خير ولا اصمت. نعم. الله المستعان. أبو علي عندك مشاركة؟ تفضل. والله عندي مشاركة أول شيء، والله إني استمتعت وإني كسبت حاجة كثير، لكن والله الذي لا إله إلا هو إني استمتع بصرفي على البيت. إنك إيش؟ إني أجد لذة في صرفي على البيت. صدقت. حتى لو كان قليل لأن العوض قريب جدا. هذا ممتاز. فعندي بيتين عن المسألة هذه اللي أنت كنت تتكلم عنها كذا، وأنا قد قلتها أكثر من مرة ولا كل المناسبة. تفضل. اللي يحصل فمثلتها في حمامة شفتها، في قلت عود الحمامة لبيتها كل ما جل العشها كل ما جل الليل، وعزي على اللي ما معه بيت يا ويله، ترخى عزومه كن ما عاد فيه الحيل، ولا صار له وجد ولا صار له حيله، يبي مني فضفض له وكنا نفارق جيل، ولا كن بعربان من صفه وجيله بعد ما بنى بيته على الحب، وتساهل تهدم يكون البيت ويتم تقفيله. ها نعم، ويتم تقفيلها يوصل جهاز الشوم الاقى اخبار بالتفصيل، ولا تدري ايش العلم وصله وتفصيله، فلا وجودي وجد دير الحب السيلة، بس عشبها واشجارها من بطا سيلة، ويا وجد عيني السعادة وذاك الجيل إلى زانة السمرة تقرب معاميله، ودارت سوى قصصا بينهم ما بها تمثيل، وكل لها مال بسيطة مع العيلة، متى يعود لم الشمل ونسلم من قال وقيل، ونرضى ما قدره ربي بتنزيل. الله الله، صح لسانك يا ابو علي، ثابك الله. جملت جملت، شكرا لك على المشاركه الرائعه. جملت، الله يبيض وجهك. ابو عبد الله، من الاسئله اللي جاتني يقول اسال الشيخ، الان الابناء الكبار او البنات الكبيرات احيانا يبتلون بمشاكل بين الاب والام، ويحتارون، لا يبغون يميلون مع ابوهم ولا يبغون يميلون مع امهم، واحيانا يعرفون ابوهم مخطي ولا امهم مخطيه، ما هو دور الابناء في تماسك الاسره؟ عليهم دور؟ نعم، اولا أناشد أبنائي إذا سمعتم الخلاف بين الأب والأم لا تتدخلون أمامهم أمام الاثنين. يا سلام. لا تخطئون الوالد بحضور الوالدة ولا الوالدة بحضور الوالد. أحسنت. إذا كان عندكم نصح وكذا فخذوا الوالدة إذا كانت مخطئة على جهة، وسلموا على رأسها ويدها، ونقول نرى كذا ونطلبك كذا، ولأن الوالد كذا كذا، وإن كان الوالد هو القاسي والظالم فخذوه على جهة. يا سلام. وأنا قلت في أول كلامي لا يحاول الزوج والزوجة الأب والأم أن يثيروا مشاكل أمام الأبناء، عقد نفسية مستمرة لا تنتهي. صدقت. فهذا الدور في هذا الباب، والولد يكون منصف ويكون عادل ولا يخسر الأب ولا يخسر الأم، إنما يكون كل واحد على حدة، وهذا هو الصحيح في الباب. طيب معنا الشباب يتابعونا الآن ويقول حنا اقتنعنا بكلامكم ونبغى نتزوج، إيش تنصحهم؟ كيف يختار الزوجة؟ في خطة عملية يسويها؟ كيف يعرف أن هذه الزوجة بتكون شريكة وافية معه ولا لا؟ إيش النصائح اللي تقدمها لأي شاب مقبل للزواج أو لأي فتاة مقبلة للزواج؟ أنا عندي نصائح من التجربة وبعض العلم. يعني أولا لا عجلة في الزواج، ترى العجلة هذه ندامة، يعجب الواحد بفتاة ويتصل بأهلها، لا سأل على الأهل ولا على الفتاة ولا درى، وبسرعة وبنعقد بكرة وجيناكم. طيب انت وين هذه؟ هذه حياة، هذه مستقبل. في التريث الثاني تطول حسنت. فترة الخطبة تطول قليلا يعني نسبيا، يقول حتى أمها وأمه تذهب، أمها وخواتها يرون أخلاقها ويجربون ويرون أخلاقها ويسمعون أخلاقهم، لأن ما يدرون يكتشفون، الأيام تظهر الأشياء. حسنت. الثالث يسأل السؤال، له سؤال مشروع، لذلك أمرنا في الإسلام أن نعطي حتى لو كان الغيبة مشروعة، قصدي مباح إذا كان واحد بيتزوج من واحد، مثلا سألوك عن رجل وهو لا يصلي، قال بيني وبينك ترى تقدم البنتي، وجب عليك أن تقول ترى ما يصلي عندنا في الحي، ما يصلي، تعلم أنه مثلا بعيد أن عنده مخدرات، يجب عليك ما تسكت، يقول النووي هذا من الستة اللي يجوز فيهم الغيبة، لأنك أنت بتودي الناس في داهية، في استنصحوك لو سكتوا ما سألوك ما عفي. وكذلك بالمقابل إذا علمت شيء بينك وبينه هذا من النصح. ومنها أن الإنسان إذا تقدم وبعد درس الموضوع يقدم والده وأمه حتى يكونوا معه في الطريق، ترى بعض الأبناء حتى ولو رفض أبوه وأمه ترى يستمر في طريق الخطأ، أو يصر حتى تجد في خلاف في البيت، قد يكون له نظرة الوالد نظرة، حاول أن يكون رأيكم واحد في اختيار هذه المرأة، لأن مهما كان، لأنه إذا كان البيت متحد إلا إذا سبب شرعي الله أعلم به،
ومنها أنه إذا تقدم ترى يكون المثاليات اللي في ذهن الناس ترى بعضهم يرى أنها تكون مدري كاملة الأوصاف ومدري في الأدب وفي العلم وفي ما. طيب وانت انت هل أنت كامل من تكامل أنت أبو حنيف ولا مالك بن أنس والشافعي؟ أنت على كل حق انطبق زكاة صدق زكاة الجربة منها كل حق انطبق صدق زكاة الجربة منها صدق عجبتك ذي أمثال الدين هذه استغفر الله استغفر الله والله يا أبو عبد الله الحديث يقول لي أزلم أزلم يقول لي بعض الأخوة يذكر يقول امرأة ما شاء الله صالحة دخلت على شاب في أول يوم فأخبرته قالت أني ما أصلي يعني عليها العادة قال شرهتك على لي طب صلى استغفر الله استغفر الله استغفر الله تسب العذر استغفر الله بعد تسب العذر يظن أنه كذا وجد ظالمته ومنها أيضا منها يا أحبابي يتأكد المتقدم على أصول الصلاة ترى أصل في الإسلام هي مصلي في الحديث أظهر بذات الدين طبعا بذات الدين الصلاة يعني مثل آداب الأخ ما يقول هو يقول لا ما في نوافل نذكر عن النوافل لكن الصلاة عمود الدين يعني ويكون في سيرته يسأل عن سيرته وسيرتها أيضا فإذا تقدم فيتق الله في بنت الناس فيعتني أن هذه أمانة أصبحت في عنقه وأنه مسؤول عنها وعاد مرتبط بها وقتا وزمنا وصرفا ونفق خلاص بيت جديد ترى بعض الناس الشباب يتزوج مثل ما قلت ترى ما يتغير عن حال عزوبية كثير باقي على زملائه باقي يتصل وكذا لا ما هو صحيح لا انتهى الموضوع ربما تشاركون انتم في ملاحظات انا معكم ابو صالح وابو علي وانتم والله ما قصروا والحقيقه الوقت تهمنا والحديث معك لا يمل واسال الله العظيم ان يجزاك عنا كل خير ودنا بكلمه اخيره توجهها لكل اب ولكل زوج ولكل زوجة والأسرة بشكل عام أولا أوصي نفسي وإخواني وخواتي بتقوى الله فإن من اتقى الله حفظه الله يقول صلى الله عليه وسلم ابن عباس احفظ الله يحفظك إذا حفظت المحارم حدود الله حفظك الله في أهلك وذريتك والله إن الله يصلح قال فأصلحنا له زوجة وإنه يصلح ابنك وبنتك الثاني الله الله في أسرار البيوت أن تكون بينكم وإن يمكنني نسيت عن شيء ترى بعض الزوجات إذا اختلف مع زوجها علم الزميلات كلهم غلط وأخبرت أهله وقريبته غلط وبعض الأزواج من سفهيتي ويعني كما قلنا اتفق أنه خبل يصير يخبر زملائه وأصدقائه هذا ما يجوز هذه زوجتك هذا عرضك صدق لا تخرج أسرار البيوت من البيوت وقلنا لكم أن الأمور تتحل بالتفاهم والتراضي ومنها التغافل ومنها عدم المقارنة وعدم المثاليات يا أخوان ارضوا بهؤلاء ارضوا رضي الله عنا وعنكم الإمام محمد نسيت يا أخي إمام أهل السنة والجماعة أسلام. يقول تقدم يخطب مع عبد الله فلما تقدم لرجل ناسك من العباد الكبار اسمع القصة إمام أهل السنة والجماعة ما هو بلعب إلى قيام الساعة الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل تقدم لرجل ناسك زاهد في بغداد قال أريد ابنتك وما يدري أنها على عين واحدة أوراء من صغرها فقال فلما تقدم قال أبوها والله إنها كذا كذا قال إمام أحمد الله يعلم إني أتيت أريد ما عنده اللهم إني قبلت بذلك الله وهي عورة نعم قال فأخذ أبو عبد الله فأتت بعبد الله من أعلم علماء الدنيا الله يوم توفيت فجلس إلى محمد على قبره يبكي قال والله إنها جلست معي إنها مكثت معي 40 سنة ما اختلفنا في كلمة لا إله إلا الله أعانته على الزهد وعانت على الطاعة وعانته في مسألة خلق القرآن وربت أبناءه فساروا علماء وزهاد وعباد كانت حافظة للقرآن تصوم يوم وتفطر يوم أعانته على الفقر أحيانا ما يجد كسرة الخبز إمام أهل السنة والجماعة الله أكبر. يوم جلد جالت تعالجه بالزيت خارج مجلود من سجن المأمور المعتصم وتدهن الزيت وتقص الزايد وتجلس مع أبي عبد الله وتأخذ الحطب وتقرب له وتصنع له الخبز على النار قالوا عفو الله عنه ويبكي على القبر والله إني جلست مع 40 سنة ما اختلفنا في كلمة فسبحان الله هذه القمة هذا الإمام أهل السنة والجماعة وكيف رزقه الله بعبد الله يسوى أهل بغداد في كفة ابنه وأبنائه الثانين فغفر الله له هذا قدوة أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من اللي يتبعون أكثر أو كل ما قلنا أسأل الله أن يعيننا في, 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 في العدل في أنفسنا وفي زوجاتنا وفي أبنائنا وفي بناتنا وأن يوفق جميع الأسر شكرا لك يا أبو عبد الله على كل ما قدمت شكرا لك على حضورك شكرا لإخواني أبو صالح شكرا لك يا أبو ناصر شكرا لك يا أبو علي شكرا لكل من تابعنا واستمتع بهذه المتابعة واستمع لكلام الشيخنا الفاضل الدكتور عايض
أسأل الله أن يجزاه عنا كل خير وأن يجعل ما قدمنا نحن وهو شاهد لنا ما يكون شاهدا علينا. نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. شكرا لله. ولازم مرة ثانية إن شاء الله يا الله يجزاكم خير. الله يبيض وجهكم.